أنا أعتقد أن الردود عن هذا المتحور كانت عاطفية وانفعالية بشكل كبير، وبالتالي غير منطقية في كثير من الأحيان ومبالغة، وخصوصا في الإعلام. مع ذلك أعتقد أنه من المهم أن نميز بين المبالغة أو العناوين العريضة المثيرة من جهة، ومن جهة أخرى الحملات التوعوية من قبل الرعاية الصحية. هذه الجهات يجب أن تكون حذرة وتأخذ التدابير الاحترازية، بحيث أنه إذا كان هذا المتحور خطير وكان غير فعال مع اللقاحات لا ينتشر بشكل سريع ويخرج عن السيطرة. ولذلك أعتقد أنه كان هناك قرارات اتخذت. أعتقد أن هذا جاء من الحذر، وذلك من أجل إبطاء انتشار المتحور حتى نفهم ونعي مدى خطورته أو عدم خطورته. هناك سيناريوهات عديدة، بحيث يقول البعض أن هذا المتحور قد يكون خبرا جيدا ونبأ سارا، وأنه قد لا يكون ممرضا كثيرا، وقد يجعل الناس يتحصنون ويتمنعون بشكل أفضل دون أن يمرضوا. لكن لدينا أسبوعان لنظل حذرين ويقظين ولا نفرط في الانفعالية، وكذلك لا يجب أن نتراخى في نفس الوقت. سنتعلم أكثر إذا تصرفنا في هذا الاتجاه. أيضا علينا أن نعرف أنه إذا قمنا بإتاحة لقاح ضد هذا المتحور وتم اعتماده خلال الشهرين والأشهر الثلاثة المقبلة، يمكن أن نتعامل مع الوضع.